تتوالى متاعب الرئيس الباكستاني السابق بيرفيز مشرف الذي انتابته وعكة قلبية مفاجئة ليتخلف عن حضور جلسات الاستماع في قضية الخيانة العظمى، إذ لم يتردد رئيس الحكومة نواز شريف بعد انتخابه في ملاحقة خصمه السابق وتشكيل محكمة خاصة للنظر في تعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ عندما كان مشرف رئيسا للبلاد عام 2007. وفي آخر ظهور له في كلمة وجهها عبر الشاشات لأعضاء حزبه ومقربين منه، تشبث مشرف ببراءته من كل تهم موجهة إليه. لماذا علي أن أغادر باكستان؟ لقد قدمت الكثير لبلدي وللباكستانيين، وهذا ما دفعني للعودة ومواجهة كل القضايا المرفوعة ضدي لكي أدافع عن نفسي وأظهر أنها قضايا مفبركة. وبين المحكمة ومستشفى أمراض القلب براولبندي يسود الترقب عما ستترتب عنه هذه المحاكمة التي يتوقع كثيرون أن تستمر فصولها وقد تحمل بالمقابل تطورات غير متوقعة. الفريق القانوني لمشرف طلب بتوفير محاكمة عادلة له وتغيير هيئة القضاة لكي لا تتحول القضية إلى محاكمة سياسية. أول اعتراض سجلناه هو أن المحكمة التي يتابع فيها مشرف في هذه القضية تنتهك الدستور ومقتضياته، فالدستور ينص على ضرورة وجود هيئة تنفيذية تعينها الحكومة، وهو ما لم يتم احترامه لأن الحكومة استعانت بالقضاء، وهو ما يمثل في نظرنا انتهاكا للدستور. ويتعرض مشرف لتهديدات أمنية منعته لمرات من حضور جلسات محاكمته للدفاع عن نفسه في مدى تورطه في قضايا متعددة قد تجر مسؤولين آخرين إلى ساحة القضاء. أربك غياب مشرف عن الجلسات مجريات محاكمته وسط جدل قانوني عززتها تكهنات بمغادرة باكستان للحصول على العلاج. ويتابع مشرف في قضايا أخرى لم يحسم القضاء فيها بعد، ما قد يجعل الرئيس الباكستاني السابق يعيد النظر في مستقبله السياسي بعد أن عاد إلى باكستان العام الماضي. سعاد رودي، سكاي نيوز عربية، إسلام آباد.